طبعا زيادة التركيز على الخدمات الفترة اللي فاتت كانت فترة طبعا سهلة، كنا عايزين طبعا يكون في رضا من السادة الأعضاء. الفترة اللي فاتت قمنا بالتنسيق مع اللجان المحترمين، طبعا كان في دور تعاون جميل جدا ما بيننا الفترة اللي فاتت، ده بالنسبة للرحلات للمنافذ لتنظيم الأعياد. الفترة اللي فاتت مع لجنة المرأة طبعا كان في تعاون مثمر الفترة اللي فاتت، قدرنا إحنا نبتدي بشم النسيم، ده كانت أول مناسبة ليا الفترة اللي فاتت. بعد كده دخلنا على فترة رمضان، الحمد لله كان في تنظيم أكتر من هايل، يعني الحمد لله كان في أنشطة، كان في كل يوم سهرات للسادة الأعضاء، طبعا التهجد كان في صلاة التهجد، كان في سحور عملناه، كان الناس مبسوطين جدا الفترة اللي فاتت، كان عملوه من ضمن المنافذ إن شاء الله اللي هيكون ليها وجود الفترة اللي جاية بإذن الله في وقت قريب. في طبعا بعض الايفنتات احنا عملناها زي المعارض، معارض المرأة الحمد لله عملنا أكتر من 3 أو 4 معارض للسادة الأعضاء، قدرنا نوفر عدد من الرحلات الفترة اللي فاتت في 3 شهور برضو بالتنسيق مع لجنة الرحلات، كان في شغل مثمر الفترة اللي فاتت والحمد لله الناس كانوا مبسوطين جدا منها. طبعا الوقت اللي جاي إن شاء الله هيكون في مزيد من الرحلات بإذن الله وفي أماكن مميزة تليق بأعضاء النادي الأهلي بإذن الله. هو طبعا كان ابتداء ماتش طبعا كابتن محمد صلاح كان ليفربول، ده كان عدد كانت أول مرة أشوف العدد ده صراحة في النادي الأهلي، ده طبعا عشان وجود الشاشة، الشاشة الحمد لله إحنا عندنا شاشات عملاقة في كل الفروع دلوقتي، طبعا دي ادت مساحة اكتر ان الناس تقدر تشوف بوضعيات في كذا مكان، ممكن من مبنى الاداري من الحديقة الرئيسية. قدرنا الحمد لله اللي احنا يعني في اعداد كبيرة جدا جدا جدا، مسار يمكن تتعدى تقريبا 2000 و 3000 واحد. قدرنا الحمد لله في بقيه فينا اكتر من مكان للمشاهده، اكتر من شاشه طبعا، في غير الشاشه اللي هي العملاقه الموجوده في الحديقه الرئيسيه في شاشه في بقيه المباني اكتر من 7 شاشات، دي برضو وفرت للناس تقدر تشوف في اي مكان مباريات كاس العالم. بالنسبه طبعا للنظافه دي اهتمام رئيسي عندنا، الحمد لله الفتره اللي فاتت قدرنا نوصل لمرحله كويسه جدا، يكون في ترتيب وتنسيق اكتر مع المشرفين، طبعا المشرفين اشكر طبعا وعمال برضو اللي عندنا اشكرهم على الجهد الجميل، انا عارف هم تعبوا الفتره اللي فاتت والحمد لله ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله هيكون في تركيز اكتر وجهد مبذول اكتر ان شاء الله عشان نوصل لمرحله احسن في تطور اكتر ان شاء الله. المنافس ده يعتبر شريك لينا في النجاح، فالحمد لله الفترة اللي فاتت قدرنا ان احنا نوصل لنتيجة مرضية، طبعا كان اصعب اختبار كان موجود طبعا فترة رمضان، في عزومات كتير وفي مقابلات كتير، طبعا الناس خلاص ما بقتش عشان غلو الاسعار والكلام ده كله، احنا الحمد لله في تعاون ما بيننا وفي بنركز على موضوع الاسعار والناس صراحة عندها قبول جدا اللي هي تقدر توصل خدمة مميزة وبسعر مقبول للسادة الأعضاء، وكان في استحسان كبير جدا الفترة اللي فاتت الحمد لله، والفترة اللي جاية إن شاء الله في منافذ هتفتح طبعا بالتعاون مع السادة لجنة المنافذ، في قدرنا نوصل في تقريبا مطعم دلوقتي فتح الوقت الحالي، في مطعم تاني مع المبنى الإداري افتتحناه برضو، في فترة خلاص الأولية الأيام اللي جاية في عدد مطاعم إن شاء الله هتكون في استقبال السادة الأعضاء بإذن الله بأسعار برضو مرضية. يشرفني طبعا أكون بخدم في النادي الأهلي وبشكر السادة الأعضاء طبعا على الناس بيساعدوني باقتراحاتهم، دايما في مقابلة ما بينهم وبينهم، أنا يمكن باجي هنا وقت كبير يعني باجي من الساعة 8 الصبح ل 11 بالليل، فبقابل فئة كبيرة جدا من الأعضاء بتعامل معاهم فيس تو فيس، فإن شاء الله الفترة اللي جاية أتمنى إن هم لو في أي حد شايف المشاركة مثلا لو في أي مشاركة من ناحية لو شايف أي عيوب أي مميزات أي أفكار يجي طبعا معايا مكتبة مفتوح طول اليوم، وإن شاء الله يكون في تعاون بيننا ومنفذة بإذن الله كلنا في خدمة النادي الأهلي.